طبعا تحية طيبة لكل حياك. المشاهدين الكرام وإلى كل الشعب العراقي العزيز والغالي على قلوبنا. طبعا احنا لا زلنا متمسكين بمرشحنا هو السيد ريبر، ولا زلنا نحن سائرين على طريق إنقاذ وطن وسائرين على نهوض العراق جديد مع تحالفنا ومع من يساعدنا بهذا الطريق. الحزب الديمقراطي الكردستاني رغم كل الاستهدافات التي تستهدفه وكل العوائق التي تقف في طريقه، لا زال يمجد ويسير ويتماسك اكثر مع اخوه المتحالفين معه لمسيره العراق بشكل جيد. اما مع الاخوه ايضا المقاطعين لجلسات البرلمان، نحن لا زلنا نرسل رسائلنا من بغداد ومن بقيه المحافظات بانه يجب ان نتماسك ونتحاور، ويجب ان يكون مصلحه العراق هو الهم الكبير لكل كافه القوى السياسيه. طيب، أهلا بك من جديد سيد فهد. اهلا وسهلا. هل هناك إمكانية لفتح باب الحوار مع الطرف الآخر وتحديدا الطرف الكردي الآخر ألا وهو طبعا اليكتي؟ طبعا احنا لا زلنا لا يجب ان ننسى هذه، يعني يوجد لنا تاريخ مشترك من العلاقه ومن الحكومات المشتركه، وان اختلفنا في بغداد فنحن في اربيل ايضا مشتركين في حكومه اقليم كردستان. نحن لا يجب الان ان نتقاطع، يجب ان نذهب ونكون فعلا ندعم الوحده ووحده الصف ووحده المكون. فلا اعتقد بقياده الحزب الديمقراطي الكردستاني بان تذهب خلف الصراعات وتريد تكسير الانسداد السياسي، بل هي ستكون ان شاء الله المفتاح لكافه الانسدادات السياسيه، والمبادرات الاولى ستنطلق من الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الازمات في العراق ان شاء الله. طيب وانا صراحه اوجهك رساله، عفوا انا اوجه رساله الى كافه القوى السياسيه كمواطن كردي اولا، ثم احنا كحزب الديمقراطي يعني، ولكن اتكلم كمواطن عراقي وكردي يعني بنفس الوقت، بانه يجب ان كافه القوى السياسيه يشوفوا حال الشعب. يكفينا هذه الانسدادات وهذه الصراعات اللي تحصل من اجل طيب غايات معينه. نحن الان بحاجه الى تشكيل حكومه واقعيه اساسيه رصينه لتقويه العراق. العراق بحاجه الى اب واخوان يتكاتفون لنسير بامر جيد ونسير برحله تطوريه عمرانيه اقتصاديه، فقط لاجل هذا الشعب الفقير الذي صار اكثر من 18 سنه يجاهد ويناضل ولم يحصل شيء بيده ان شاء الله. طيب، سأسألك أستاذ فهد باعتبارك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس كمواطن. أستاذ فهد، هل نعم. تعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في المشهد السياسي تتطلب لربما نوع من المبادرة ليتنازل البارتي عن مرشحه؟ هل هذا وارد؟ هل طرحت عليكم على الأقل نحن مثل هكذا مبادرات؟ لا، احنا طرحت علينا المبادرات، ولكن كنا بالأول نحن نتحاور مع الأخوة في الاتحاد الوطني، ولكن كان حوارنا هو تبديل المرشح. يعني لماذا هم متمسكين بالسيد برهم صالح؟ هل يوجد غيره؟ يجب ان نتغير الوجوه في العمليه السياسيه، لننهض بشخصيات جديده ونجرب شخصيات جديده. اللي نحن ليس متخالفين مع الاتحاد الوطني لاجل مناصب، بل نحن ما يجمعنا هو القوميه الكرديه والكثير من الاواصر التاريخيه، وهذا لا يعني انهم اعداء، بل هما اخوتنا في السياسه، وهذه سياسه ومنافسه. ولكن نحن نطلب من الاتحاد الوطني اكثر من مره حاورنا وبادرنا، وكان الحزب الديمقراطي دائما يذهب بوفوده الى كافه القوى في اقليم كردستان كمكون كردي لتوحيد الصف الكردي، بانه يجب وضع شخصيات جيده في رئيس الجمهوريه لمناصب الكرد ليكون لهم صوت قوي في تشكيل الحكومه القادمه في العراق. طيب سيد فهد، اتصال السيد الصدر بالسيد بافل طالباني، ما الذي دار من حديث لنقول هل هي رسالة ربما من السيد مسعود بارزاني إلى السيد باف الطالباني وكان الوسيط هو السيد الصدر من أجل التفاهم والتباحث حول رئيس الجمهورية وأيضا حول المناصب؟ نعم، طبعا الاتصال بتحليلي انه الاتصال السيد الزعيم مسعود البرزاني اليوم يعتبر الشخص الاب لكافه القوى السياسيه في كردستان، يعني وكذلك الاخ سيد بافل طلباني والاخ قبا طلباني، هم يعني وقالوا بالسنتهم بانه السيد وزعيم مسعود البرزاني وعمنا بعد والدنا بعد المرحوم جلال طلباني، كون هو الزعيم الذي الان الاكبر عمرا والذي يدير الساحه السياسيه للكرد في اقليم كردستان. وهذه الحركه التي كانت من السيد المرجع
السيد مقتدى الصدر، وهو كانت حركة إيجابية وخطوة إلى الأمام لانفتاح انفراجة على هذه الانسدادات وهذه التخالفات السياسية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخطوة جيدة إلى الأمام لحل حالة الأوضاع. والأيام القادمة أنا برأيي سيكون حلول قادمة جيدة على أرض الواقع بعد التفاهمات بين المكون الشيعي، سنشهد نتائج جيدة على أمر الواقع وسنشهد انفتاحات كثيرة سياسية. ويجب احنا نفكر بشغله واحده صراحه، احنا العالم اوصل الان الى طبقات جيده، واحنا لازلنا متصارعين على تشكيل حكومه. طيب. تاخرت تشكيل حكومه. نعم، شكرا جزيلا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستاذ فهد زيباري، كنت معنا في هذه النشره.